الكفاءة والنزاهة. التطور الحاصل في مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف. النهضة تعتقد أن التشكيلة إلى حد الآن لا ترتقي إلى حكومة وطنية لا تحصل أحد. إجمالا يمكن القول على أنه مهما حصل إما تم منح ثقة الحكومة أو إسقاط البرلمان فإن تونس مقبلة على سيناريو وارد من ولادة قضية متعددة جدا. وما يزيد هذه الصراعات ضرورة أن تونس ليس لها محكمة دستورية مختصة في تدمير النصوص القانونية. ومع إعلان التركيبة الحكومية تتوضح ملامح الأزمة أكثر بين السلطة ومعارضة إذا لتحديد موعد جلسة منح الثقة من عدمها من قبل البرلمان. عبد الله العربي. من المشاهدين ينضم الينا من تونس المحلل السياسي الاستاذ عبد الحميد الصباح. مرحبا بك الحميد على الشاشه العربيه. الى ان عرفت حتى ان معلومات اي من القول ان ازمه تشكيل الحكومه التونسيه قد انتهت تماما. الجزء الاول انتهى باعلان السيد ياسر فساد عن تشكيل حكومته في الساعات الاخيره من المهله السوريه. إلى توجيه مراسلة في ذلك الشأن خلال هذه الليلة وقبل منتصف الليل احتراما للأجل الدستورية كما ذكرت. الشطر الثاني من المعادلة يتمثل في عرضها على المنتصف، وكل المؤشرات توحي بأنها ستنال الثقة خاصة بعد المواقف المعلنة من الأحداث السياسية المتابعة والحاضرة في هذه الحكومة بكتلها الغالبة أساسا حركة النهضة وكتل حركة الشعب وكتل التيار الديمقراطي وبعض الكتل الصغرى بما يوحي عدديا بأنها ستمر ولكن بأغلبية غير مريحة في كل الأحداث. طيب ماذا عن قلب تونس أستاذ عبد الحميد؟ هل تم الشراكة قلب تونس؟ تونس وقع إبعاده بمستوى تركيب والاسماء التي اعلنها سيف سعيد لا نرى فيها منتمين الى تونس، بل لا نرى فيها حتى من ينتمون الى هذا الحزب كما كان بالنسبه الى حكومه السيد احمد الجنبي. اذا قلب تونس ليس حاضرا في الحكومه وموقفه لا يتحدث في اليومين الاخيرين، وان كانت كل المؤشرات وكل الدلائل تشير بانه التي مصوتة لهذه الحكومة ليس الاعتبارات مبدئية لأن ذلك ربما مجال الأمور والأنفس والضمائر، ولكن من الناحية السياسية ومن الناحية البراغماتية فالأفضل لحزب قلب تونس أن لا يصوت للحكومة لأن في عدم تصويته سيمكنه من أن يكون القوة الأولى في المعارضة والتي تتيح له أن ينال بين ظهرين بعض امتيازات المعارضة وخاصة رئاسة اللجنة المالية وهي اللجنة الاستراتيجية بالنسبة لمجلس نواب الشعب والتي تكون وجوبا رئاستها للمعارضة. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني تابعنا في الأيام الماضية إصرار حركة النهضة على إشراف قلب تونس في هذه الحكومة. الآن حركة النهضة تدعو كتلها أو كتلها البرلمانية لحكومة الخفاق. هل يعني ذلك تغيرا في موقف حركة النهضة؟ حركة النهضة هذا هو السلوك الطبيعي لحركة النهضة، ربما خلاف ذلك هو ما يمكن أن يثير الاستغراب. حركة النهضة ألفناها أنها تغير مواقفها حسب مصلحتها، ألفنا المبدئية تراها بعين واحدة ولا تراها بالعينين. هي أخرجت قلب تونس تعلق الامر بمرشحها لرئاسه الحكومه السيد احمد الجنبي، وكانت تجد من ذلك المبررات والمسببات والتأويلات والقراءات، ثم بقدره قادر عندما تعلق الامر برئاسه السيد الياس البغداد رات عكس ذلك واصبحت تتحدث عن عدم
الاخطاء وعن وجوب التشريع اليوم عادت الى الخطاب الاول وقبلت بالمشاركه والحال ان الشرط الذي كان رئيسيا واعتقد الجميع انه رئيسي وهو تشريع تونس لم يتحقق. صارت الحقيقه وهي ان الغايه ربما الوحيده لحركه النهضه وليس تشريك الجميع وليس تجنب الأقصى وإنما هي عدد الحقائق وماهية هذه الحقائق. الفرق بين التشكيلة كما قدمت وكما منذ يومين والتشكيلة اليوم هي أن تشكيلة اليوم قد زادت حركة النهضة مقعدين وقد شركت قسما لم يكن حاضرا وربما رأى الجميع بأن هناك إصرار على تشريك وربما من قبل رئيس حركة النهضة بصفة شخصية وهو السيد لطفي بتون الذي عين اليوم واقترح اليوم كرئيسا للشؤون المحلية. نعم. إذا سنكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك. كنت معنا في تونس المحلل السياسي الأستاذ عبد الحميد. شكرا جزيلا لك. بالأسطول الشرقي نظيرة القوات البحرية الأمريكية وتقيم مناورات تمرين المدافع البحري امتدادا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين. ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحماية البحرية الملاحة البحرية ويتضمن عددا من المناورات والتدريبات التي تعزز إدارة الأمن البحري للمنطقة وتمهيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية. ولمزيد من التحليل والمتابعة معنا عبر هاتف الدمام سعادة اللواء المتقاعد مستور الأحمري مرحبا بك سعادة اللواء على شاشة العربية. بداية هذه المناورات العسكرية بين الرياض وواشنطن الأسبوع المقبل في أي إطار يمكن إدراجها؟ مساء الخير لكم ومشاهديكم الكرام. نعم. الحقيقة أنه كان المناورات فأنا أتوقع أنها تنطلق بالتوتر في الخليج و محاولة إيران بإعاقة الملاحة أو إعاقة تصدير النفط وما إلى ذلك. وكما نعلم أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ترتبط بمعاهدات عسكرية وسياسية يعني على مستويات جدا عالية. دائما ما يهتم البلدان بمحاولة الحفاظ على الأمن الخليج العربي ومحاولة أن يكون مضيق هرمز المضيق مفتوح لمحاولة الصادرات والواردات. فيعني مع ارتباك هذا التوتر تقوم مثل هذه المناورات وهي عادة مناورات سنوية تدريبية توضع فيها بعض الفرضيات التي من المحتمل أن تكون سواء يعني من الطرف الإيراني أو من أطراف أخرى فهي تندرج تحت هذا الإطار وجميعها تؤدي إلى محاولة الحفاظ على الأمن في الخليج العربي والسماح بحرية الحركة والعبور مع مضيق هرمز.